نروح للصوره اكتر. معانا دلوقتي على التليفون عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق انديل علشان نشوف الصوره اكتر. تحياتي ليك يا استاذ طارق. تحياتي ليك يا كابتن وسام، ازيك ودايما متالق ودايما وش السعاده علينا، واحنا مقربين كمان على ماتش الوداد الاهلي وداد نهائي دوري ابطال افريقيا. ربنا يخليك، ده ربنا يتمها على خير مع النادي في كل الانجازات اللي عماله تحصل على المستوى الرياضي والانشائي. الحمد لله سنه من السنوات الجميله في تاريخ النادي الاهلي في انجازات على كل المستويات. الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقنا في افريقيا، وان شاء الله الحدث بتاع بعد بكره زي ما حضرتك اتفضلت حدث كبير قوي في تاريخ النادي الاهلي، افتتاح فرع القاهره الجديده، فرع التجمع الخامس. انا بقول دايما ان في ظل الصعوبات الاقتصاديه اللي موجوده مش في مصر لوحدها، في العالم كله، انك تتمكن من افتتاح فرع جديد للنادي الاهلي بالامكانيات اللي موجوده فيه، بكل ما تم يعني حاجات كتيره قوي تمت مترجمه في المنظر اللي حضرتك بتعرضه والناس اللي بي وانت معانا على التليفون دلوقتي يا استاذ طارق. احنا بنعرض صور من التجمع الخامس، ما شاء الله حاجه صرح رياضي عظيم. ما شاء الله الفرع على مساحه 50 فدان، البنيه التحتيه كلها بالكامل اتعملت، 80% من الانشاءات جوه النادي تم تنفيذها، ودي حاجه صعبه جدا. يعني احنا نادرا ما يحدث النادي بيفتتح ويكون 80% من كم الانشاءات جواه تمت. يعني مبنى اجتماعي على مسطح حوالي 1200 متر على دورين، مفروش باحدث انواع الفرش المستورد، قاعه طعام على اعلى مستوى، مصاعد داخليه جوه المبنى لكبار السن، في عند حاجه كمان مبنى اداري ده فيه كل ادارات النادي المختلفه والاشتراكات، مبنى اكاديميه الكوره، كل ما يخص الاكاديميه، غرف خلع ملابس وخلافه، كل اللوازم الحاجات دي، غرف خلع ملابس للفرق الرياضيه والاعضاء، كل ده تم. عندك حضرتك مسجد يسع لحوالي 300 مصلي وحوالي 500 بره، مكيف، منطقه العاب اطفال، اول مره في تاريخ النادي الاهلي يبقى فرع من فروعه في منطقه العاب مائيه. منافذ خدمات الاعضاء بكل يعني تغذيه متنوعه، والاماكن اللي موجوده سواء حاجات المشروبات وكده لخدمه الاعضاء. حضرتك لو تفقدت الفرع منظر جميل من المساحات الكبيره من البحيرات الصناعيه والشلالات. المرحله الاولى يا استاذ طارق تجاوزت ال 80% او 90%. كل ده اللي بكلمك فيه يا كابتن اسامه، ده خلاص ده موجود. يعني دخلت الفرع بتلاقي كل الحاجات دي جاهزه، ملاعب رياضيه، 2 ملعب كره قدم رئيسي، نجيل صناعي يعني على اعلى مستوى، ملاعب خماسي 4 تقريبا، ملعب سله، يد طايره، تنس، حق ارض النادي. واحنا هناك لو حضرتك تبص على السور نفسه متصور بالكامل، اماكن انتظار السيارات كويس، يعني تسع حوالي 950 سياره ما شاء الله، حاجه ما شاء الله. لا والتصميمات كمان يا استاذ طارق على الديزاين الجديد لجهات الاهلي على المباني الاجتماعيه، يعني حاجه على الطراز العالمي يعني. والكلام ده خد طبعا يعني قياده الكابتن محمود الخطيب. يعني كابتن محمود الخطيب في حاجات كتيره جدا في خلال الفترات اللي فاتت بدون ان يشعر احد انتهت، حاجات بتبقى متعلقه دايما بانشاءات وتصاريح، حاجات كتيره جدا يعني للفرع المتواجد. وقريب هنطرح برضو المفروض مجلس الاداره واقف على طرح مبنى للبنوك برضو تكتمل الخدمات لاعضاء النادي الاهلي. طيب احياك رئيس لجنه العضويه يا استاذ طارق، ما شاء الله إقبال كبير جدا على الانضمام لعائلة النادي الأهلي فرع التجمع بقى. فيها إقبال كبير جدا ما شاء الله، هنعرض الصور دلوقتي لجنة العضوية وحضرتك رئيسها، يعني ما شاء الله في إقبال كبير جدا. برضو كلمنا عن حجم الاشتراكات خلال الفترة السابقة ومتوقع كمان الفترة القادمة إن شاء الله. هكمل حاجة دي، هكلم على العضوية بس عايز أشيل نقطة مهمة جدا. اتفضل. صعب قوي إنك تعمل تطور في نادي أو في أي منشأة وفي نفس الوقت تحافظ على هويه المؤسسه دي. يعني الحمد لله يعني كابتن محمود الخطيب ادار بحرفيه تامه طول الفتره اللي فاتت الحاجتين دول، انك تطور اللي هي زي ما كان بيقول في كلمته على اللي كان بيشيلها الافتتاح التجمع، على حته ان احنا كمجلس اداره التزمنا
بتاريخ مبادئ التطوير اللي ما كانش عباره عن شعار كده في الهواء، انك ازاي تطور جامد جدا في النادي الاهلي وازاي تحافظ على هويه النادي الاهلي، وده الحمد لله اللي محتفظ بيه النادي الاهلي كمؤسسه عريقه عنوان من عناوين مصر. اطرح حضرتك الادويات، الادويات طبعا اقبال غير طبيعي. احنا دلوقتي بنعرض الصور دلوقتي وحضرتك عملت لجنه عضويه في فرع التجمع، وبنعرض الصور وكل اعضاء النادي الاهلي عايزين ينضموا بقى لعائله النادي الاهلي. حضرتك الصوره اللي حضرتك بتعرضها لجنه العضويه اللي هي كانت خلال الاسبوع اللي فات تقريبا. أيوة. كل يوم دلوقتي في لجنه عضويه ما شاء الله. اقبال جامد جدا بطريقه لسببين، اولا النادي الاهلي برمزيته بجماله بالله. الحاجه الثانيه الفرع مبهج ومساحه بكل اللي وضحته لحضرتك. حاجه كمان السعر زهيد جدا مقارنه بكل الخدمات المتاحه، ومقارنه كمان ان اللي بيشترك بيبقى قدامه 4 سنين كمان من يوم اشتراكه ان يعمل ابجريدنج، يعلف عضويته ويخليها عضويته العضويه العامله للنادي كل بكل فروعه بنفس سعر العضويه العامله اللي هي حاليا وقت اشتراكه يعني. والمبلغ الحمد لله يعني هو 285,000. وعاملين تسهيلات كمان في التقسيط لاعضاء النادي. وطبعا يعني كان ضروري لان بكم اللي صرف على النادي وكم المتابعه والكلام ده محتاجين موارد على طول. طبيعي. فالاسعار طبعا سعر الفرع طبعا قريب هيختلف يعني هيقل عن كده. هو ده برضو من الحاجات يعني كتير من راغبي العضويه فاطنين للقصه دي، فعشان كده الاقبال اللي دول بطريقه متزايده جدا. يعني عايز اقول لحضرتك انا قبل ما حضرتك تكلمني مدير الفرع الاستاذ احمد نحاس وكتاب الاشتراكات كان معايا على التليفون، ما زال الناس عمالين يترددوا للطلب ما شاء الله عضويات وطلب ما شاء الله. برضو للمجهود غير الطبيعي اللي بيبذل من الاداره التنفيذيه للامانه بقياده الدكتور سعد شلبي لمتابعه كل الحاجات دي وتنفيذها، يعني اداره الاشتراكات مدام عزه حلمي، الاستاذ محمد رمضان، استاذه رندا مدير اشتراكات الشيخ زايد، استاذ تامر التجمع، مجهود غير طبيعي. لو حضرتك شفت كل يوم خليه نحل بيشتغلوا في النادي بقياده الدكتور سعد شلبي اللي بيشتغل للامانه في كل النواحي مع التحضير للنادي مع للفرع الجديد، متابعه المباراه القادمه والحضور الجماعي كل حاجه. فالحمد لله ان هو ده النادي الاهلي، التناغم بين كل ما يخص ادارته وادارته التنفيذيه ومجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب اللي طبعا رمزيته بتطفي يعني نفع النادي في كل حاجه. حفل الافتتاح يا استاذ طارق بعد يومين، قول لنا بقى يعني نبذه سريعه برضو كده اخر الاستعدادات للاحتفال بقى. طبعا يعني الحمد لله تم التحضير لحفل افتتاح يليق بالنادي الاهلي وبالفرع اللي هيتم افتتاحه ان شاء الله هتكون يوم الخميس. طبعا كعاده النادي الاهلي نظام مؤسسي كل حاجه، على طول بدا التحضير من فتره لاعداد احتفاليه تليق بالنادي الاهلي وتليق بالافتتاح اللي هيحصل وده هيكون يوم الخميس ان شاء الله يعني. طيب اخيرا يا استاذ طارق يعني بنبارك لك طبعا ونبارك لكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، ما شاء الله موسم استثنائي في كل حاجه، في كره القدم كم البطولات، في العاب الصالات، لا ده كمان رحنا لحاجات تانية انشاءات وفروع جديده، يعني زي ما بيقولوا نمسك الخشب وما شاء الله يعني مجلس اداره بروح الفانيلا الحمراء. ربنا يديمها نعمه يا رب. كل المجلس متعاون وكل الناس بتشتغل في كل النواحي، زي الحاك وإدارة تنفيذية شغالة، فأعضاء وجمهور يستحقوا دايما. كابتن أحمد الخطيب ما حسسنا في المجلس كده إن مهما عملنا جمهور النادي الأهلي وأعضائه يستحقوا الأكثر والأكثر والأكثر يعني. وإحنا بنشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ طارق، وإن شاء الله يكون افتتاح يوم الخميس يليق باسم النادي الأهلي وبفرع النادي الأهلي الجديد، وتكمل كمان إن شاء الله الموسم على خير بدوري ابطال افريقيا باذن الله. استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي مسؤول عن يعني لجنه العضويه بنشكرك شكرا جزيلا.